بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن البيانات المكتوبة في ظهر اللوح الشمسي. لو أنا بصيت على أي لوح شمسي هلاقي في ظهر اللوح الشمسي محطوط عندي ليبل أو جدول في بعض البيانات. البيانات دي تكلم عن خصائص اللوح الشمسي نفسه. أول حاجة بتبقى مكتوبة في الليبل ده الشركة المصنعة أو البراند. ثانياً بيبقى مكتوب البراند وبيبقى مكتوب الموديول الخاص بهذا اللوح. أول ما يبدأ يكتب الداتا الخاصة باللوح لازم يقول لك إن الاختبارات اللي تمت على اللوح في الظروف القياسية هي اللي طلعت الأرقام اللي أنت شايفها قدامك دي. وبالتالي أنا بسأل نفسي يعني إيه الاختبار القياسي للوح الشمسي، أو بنسميه STC. يعني إيه STC في مجال الطاقة الشمسية يا شباب؟ STC معناها Standard Test Condition. معناها إيه؟ Standard Test Condition يعني الشروط القياسية في اختبارات الألواح الشمسية. الشروط القياسية في اختبارات الألواح الشمسية. طب إيه هي الشروط القياسية في اختبارات الألواح الشمسية؟ في عندي ثلاث حاجات مهمين جدا لازم تبقى عارفهم، ثلاث شروط. أول شرط قيمة الإشعاع الشمسي أو بيسموه الثابت الشمسي، بيكون عند 1000 واط على المتر المربع. ده أول شرط من الثلاث شروط في الاس تي سي. رقم 2 بيبقى الاي ام بيساوي 1.5. يعني ايه اي ام؟ اي ام معناها اير ماس، كتلة او كثافة الهواء، تمام، بتكون 1.5. رقم 3 درجة الحرارة اللي بيتم عندها هذا الاختبار هي 25 درجة سيليزيوس. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي خصائص او شروط الاختبارات القياسية للالواح الشمسية اللي احنا سميناها STC. يبقى الارقام اللي انت هتشوفها مكتوبة على اي لوح لازم تكون الارقام دي متحقق في الاختبار او على اللوح عند الثلاث شروط القياسية دول. طب هو اصلا ايه اللي مكتوب على اللوح الشمسي؟ رقم 1 زي ما قلنا اسم الشركة المصنعة لهذا اللوح، الموديول اللي هو خاص بالشركة، رقم الموديول، وبعدين بيديني الالكتريكال كاركترستكس او الخصائص الكهربية لهذا اللوح، وهو ده المين اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجة بيديني القدرة الكهربية لهذا اللوح بالوات. القدرة دي بتبقى اقصى قيمة قدرة ممكن تطلع من اللوح اللي هي البي، تمام، ام بي ماكسيمم باور بوينت، بتكون بالوات. ماكسيمم باور بوينت وبتكون بالوات. يعني مثلا اللوح مكتوب عليه 175 وات، 200 وات، 300 وات، 400 وات، وات ايفر، اي قيمة. يبقى اول حاجة هتشوفها في اللوح الشمسي القدرة، ودي اقصى قدرة يقدر اللوح يطلعها لما تتوفر له الشروط القياسية اللي تم اختباره عند هذه الشروط، او اللي تم اختبار اللوح عندها. يبقى دي مش القدرة اللي هيطلعها اللوح دايما، دي القدرة اللي يقدر يطلعها اللوح لو اتحط في الظروف القياسية، تمام. طيب ايه بعد كده تاني يا باشمهندس؟ في عندي 2 جهد 2 تيار، 2 جهد 2 تيار. لو انت شايف في الرسمة اللي قدامك في الكيرف، لما احنا وصلنا للنقطة اللي بتديني اعلى باور اللي هي الماكسيمم باور بوينت هنسميها MBB، هتلاقي اقصى قيمة للجهد في هذه الحالة بنسميه VMB، VMB ماكسيمم باور لقيمة او الجهد عند قيمة الماكسيمم باور. وهتلاقي اعلى قيمة للتيار موجودة عندك هنسميها IMB، أقصى قيمة للتيار عند نقطة أقصى قدرة. يبقى الـ VMB والـ IMB دول هما النقطتين اللي بيحصلوا لما نوصل لنقطة الـ MBB الـ Maximum Power Point. يبقى أنا عندي باور ماكسيمم وتيار ماكسيمم وجهد ماكسيمم.
في رقمين تانيين موجودين خلف اللوح اللي هما الاي شورت سيركت. اي شورت سيركت اقصى تيار للقصر، اقصى تيار قصر ممكن يحصل على اللوح. اي شورت سيركت اي اس سي، اي تيار اس شورت سي سيركت. يبقى اي شورت سيركت معناها بالعربي تيار القصر. في عندي الفي او سي، الفي او سي الفولتج الخاص بالاوبن سيركت، وده اقصى جهد ممكن يحصل لما تكون الدايره مفتوحه. لما تكون الدايره مفتوحه بيحصل عندي مفيش تيار، وبالتالي بيبقى الجهد اعلى قيمه اللي هو في اوبن سيركت. في اوبن سيركت يبقى انا عندي اتنين جهد، ركز يا باشمهندس، اتنين جهد، اتنين جهد اللي هما في ام بي وفي او سي، وعندي اتنين تيار، عندي اتنين تيار اي ام بي واي شورت سيركت. هتلاقي على اللوح مكتوب عليه الاي فيوزنج، ده تيار الفيوز اللي موجود على اللوح، ممكن يبقى مثلا سي 14 امبير 15 امبير حسب القيمه اللي مكتوبه على كل لوح. هتلاقي اخر حاجه الجهد الخاص بالسيستم. لو انا ركبت اللوح ده في منظومه سواء كانت توالي او توازي، اقصى جهد يستطيع هذا اللوح تحمله في المنظومة دي تمام 600 فولت مثلا. يبقى الـ V system اللي هو جهد النظام، مش لوح واحد، لا ده اللوح ده لو اتحط في مجموعة من اللوحات سواء كانت متوصلة توالي او توازي، يبقى اقصى جهد للجريد دي او للشبكة دي 600 فولت. يبقى تاني عشان الناس كده ايه تركز معايا، انا عندي في اللوح قبل ما اقفل الفيديو ده لازم تبقى انت عارف كل الكلام اللي مكتوب على اللوح. في ظهر اللوح في ليبل، الليبل ده يا شباب مكتوب عليه شويه قيم. القيم دي بنحصل عليها لما نكون حققنا الاس تي سي، زي ما حفظنا اس تي سي معناها ستاندرد تيست كونديشن، الشروط القياسيه لاختبار الالواح الشمسيه، وده عنوان جميل، الشروط القياسيه، هنحفظ مع بعض الشروط القياسية لاختبارات الألواح الشمسية الـ STC. طيب ايه هم الشروط يا باشمهندس؟ ثلاث شروط. بتبقى الباور 1000 وات على المتر المربع اللي هو الثابت الشمسي. بيكون الـ AM الـ Air Mass بيساوي 1.5، والسيل تمبريتشر درجة حرارة السيل دي 25 درجة سيليزيوس. طب ايه اللي بيبقى موجود؟ في عندي سبع عوامل موجودين. رقم واحد الباور اللي ممكن يطلعها اللوح لما يتحط في الشروط القياسية. رقم اتنين طبعا الباور دي بنحصل عليها بنسميها الـ MPB Maximum Power Point، بتتحقق عند التيار اللي اسمه IMB والجهد اللي اسمه VMB. يبقى النقطة زي ما احنا شايفين في الكيرف الباور الماكسيمم بلاقي عندها قيمة أعلى تيار وأعلى جهد، يبقى دي معامل رقم ثلاثة، باور ماكسيمم، تيار ماكسيمم، جهد ماكسيمم، وبعدين في تيار وجهد، دول أعلى قيمة للتيار اللي أنا بسميه آي شورت سيركت، ده أقصى تيار ممكن يحصل في الدايرة في حالة حدوث قصر. رقم خمسة الـ V open circuit ده أقصى جهد بيحصل لما تكون الدايرة مفتوحة وبيكون التيار اللي بيمر صفر لأن الدايرة مفتوحة، ده بنسميه V open circuit. هنلاقي مكتوب على اللوح الـ I fusing، ده قيمة الفيوز اللي بيبقى مكتوب في ظهر اللوح. هنلاقي مكتوب على اللوح الـ V system يساوي مثلا 600 فولت، ده أقصى جهد ممكن يتحط فيه اللوح ده تمام في السيستم الكامل مع مجموعة الألواح اللي متوصل معاها توالي أو توازي. أتمنى أكون في الفيديو ده فدت الناس عن إيه البيانات اللي مكتوبة في ظهر اللوح، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.